تعالى. طب عرفني بنفسك. اخوك ان شاء الله تعالى محمد محمود عويضه من مكتب التنفيذي بحزب التوحيد العربي. انا اقول الحزب ده اسلامي؟ الحمد لله رب العالمين، حزب اسلامي له بعد عروبي. الخطوط العريضه بتاعت الحزب؟ الخطوط العريضه بتاعت الحزب، الفكره الاساسيه اللي قام عليها الحزب هي ان نسعى ان شاء الله تعالى من خلال التواصل من خلال الشعوب العربيه الى تحقيق الوحده العربيه تحت رايه الاسلام ان شاء الله تعالى، انطلاقا منها الى الوحده الاسلاميه باذن الله. ده اللي قام بتأسيس الحزب مجموعة من السياسيين اللي كانوا يشغلوا الحيز قبل الثورة وكانوا معارضين بحق للنظام قبل الثورة، منهم الأستاذ محمد السخاوي وده وكيل مؤسسين، منهم الباشمهندس عمر عزام وهو أيضا وكيل مؤسسين الحزب، منهم المستشار محفوظ عزام وهو يعني نعتبره قائدا لهذه السفينة إن شاء الله تعالى، معنا أيضا الدكتور محمد مورو وهو كاتب معروف ومفكر إسلامي معروف، ومعنا كوكبة من الشباب المخلصين الحمد لله رب العالمين. هو كان يكتب في المختار الإسلامي، يكتب في المختار الإسلامي إن شاء الله، ومعنا كوكبة يعني وكتيبة من الشباب المخلصين يعني الذين نظروا أنفسهم للعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. عرف نفسه. أنا محمد إيكل، والله النهاردة الوضع 100 100 والمصريين بجد إيد واحدة، مش هقول فلاح ولا مواطن عادي ولا أي حاجة، بس بجد إحنا النهاردة بنقول الشعب يريد سكوت المشير، مش عايزينك يا مشير، الوضع النهاردة 100 100 والله يا مصر يا رجالة. تقول إيه للناس اللي ما نزلتش النهاردة؟ والله أقول لكم فات الحظ بصراحة، النهاردة 100 100، النهاردة التحرير إيد واحدة بجد، وكل واحد جاي هنا بجد أنا بقول له ميرسي وشكرا. شكرا. سيد ابراهيم وكيل مؤسسين حزب المساواه الوحده. انت النهارده جاي اهدافك ايه ولا نزولك عشان ايه؟ احنا الحزب متضامن مع مطالب ثوره التصحيح، لان النظام القديم ما زال قائما، ما فيش حاجه تمت وما فيش تغيير تم الا شكليا، وبدات بعض القرارات التعسفيه التي كانت من قبل بدات تظهر من جديد وكأن شيئا لم يكن. تقول ايه للناس اللي ما نزلوش النهارده؟ طبعا بقول للناس اللي احنا طبعا حد ما بيحبش يلوم حد، ولكن بيدعو الناس كلها ان هي تشارك وتتضامن مع كل الناس اللي نزلت، لان احنا مش عايزين نقعد نشكك في بعض او نقعد نهاجم في بعض. احنا في وقت انا يعني حزبي بيدعو للمساواه ويدعو للوحده، فانا بدعو للوحده، حتى الناس اللي ما شاركتش بقول لهم فكروا تاني. طب انت شايف العدد كافي النهارده؟ العدد النهارده يعني معقول، ليس يعني بالعدد الكبير زي الثورات الكبير زي الجمعات الكبيره، ولكن وليس بالعدد القليل الذي يستهان بمطالب هؤلاء الناس. شكرا فندم. شكرا.